وطن بمستوى العراق. اللي يحكم العراق يجب أن يكون رجل ابن رجل من نسب طاهر. عدة لقاءات قلت عمي حكمه، جيبوا تريد خليه يحكم، مو سبة أن يكون مذهبيته أو قوميته، جيبوا العراقي يعني خليه يحكم عراقي. أنه أنت عندك مشروع في الأنبار أو مع سياسي الأنبار ما حصل شيء. هذا هو يشتغل بالعتيج، هاي أمر آخر. ويا اللي يشتغل بالنظيف، عندك أحد يشتغل بالنظيف؟ أنا أدا أرد على البضاعة اللي حضرتك تقول لا ما راح يشتغل بالنظيف، لا ماكو، بس أكو يقول أهون الشر. أنت تعتقد دخول داعش إلى المناطق الغربية هي بمثابة عقوبة قد خطط إليها حتى تعاقبوا على ما فعلتموه؟ أقسم لك بجلال الله لم يكون في الاعتصامات ولا ريحة داعش. شعرتم بخسارة كبيرة بعد إقالة الحلبوسي لأنه كان فعلا زعيما سنيا؟ من السقوط له اليوم ما جاء شخص فاهم اللعبة بعقلية هذا الرجل مثل الأخ سيد الحلبوسي. هل هنالك من استثمر هذا ووصل بها إلى السلطة؟ كتبوا في تاريخهم في صفحتهم يعني أشياء سيئة. أكثر من مرة أنت حكيت عن شخصية قلت والله إذا حكيت عليه لفضحة وإذا ما يتعب أنا راح أفضحة. هذا الشخص أنا أتمنى من الله أنه العزل، ترى لا تفيده حكومة بغداد ولا تشفع له سياسة ولا يشفع له بشر، والله